الأولى أو الأصل الأول، أن الإنسان إنما جاء إلى هذه الدنيا لا ليبقى فيها، بل ليتحرك ويسافر ليرجع إلى موطنه الأصلي. ما هو موطنه الأصلي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا قالوا أن الغايات هي الرجوع إلى البدايات. ما هي غاية الإنسان؟ أن يرجع ماذا؟ إلى ما بدأ منه. من أين بدأ؟ بدأ من الله سبحانه وتعالى، كما بدأكم تعودون. ومن أين بدأنا؟ بدأنا من الله، إنا لله. إذن لابد ماذا؟ تعودون، لابد من الرجوع إلى الله. إذن الإنسان لم يأتي إلى هذه النشأة ليبقى في هذه النشأة، بل ليسافر عن هذه النشأة إلى ماذا؟ إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد القرآن الكريم في سورة الانشقاق قال يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان مو المؤمن، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح، إنك سعى. الكادح ما هو؟ السعي للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى غاية. ما هي الغاية؟ كادح إلى ربك، يعني هناك نقطة ابتداء وهناك نقطة ماذا؟ انتهاء، لأنه إلى للانتهاء، وهي تستدعي نقطة ماذا؟ نقطة ابتداء. نقطة الابتداء من أين؟ من هذه الدنيا. انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة الانشقاق. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا بأنه القرآن الكريم عندما يقول لقاء، ما هو مراده من اللقاء القرآني؟ قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا يا لقاء، هذا الجواب. اللقاء في القرآن المشاهد الكريم لابد أن يلتفت على نحوين، لقاء عام ولقاء خاص. وهذه أيضا نكتة مهمة في القرآن البعض لا يلتفت إليها. يوجد عندنا لقاء خاص وهو اللقاء في القرب الإلهي في رضوان الله. فمن كان يرجو في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا يا لقاء، هذا اللقاء الخاص. أما هذا اللقاء ليس هو اللقاء الخاص، وإنما اللقاء الأعم. قد يلاقي الله سبحانه وتعالى في رضوان الله، وقد يلاقي الله في عقاب الله. يعني قد يلاقيه في الجنة وقد يلاقيه أين؟ في النار. في النار، كلاهما لقاء. ولذا الآية المباركة قالت إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم مباشرة فرعت قالت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى ماذا؟ سعيرا. هذه فاء التفريع. يعني اللقاء ماذا؟ يوم القيامة قد يكون اللقاء لقاء في رأفة الله ورحمة الله ورضوان الله، وقد يكون ماذا؟ لقاء في عقاب الله، في جهنم، في نار سعير. وهذا هو التلاق. نعم. أحسنته. وهذا هو اللقاء العام. نعم. هذا اللقاء العام. أما اللقاء الخاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لكن اللقاء ماذا؟ اللقاء الخاص من قبيل الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر، والرحمة الخاصة التي تختص بمن؟ بالمؤمن. تختص بالمؤمن. نعم. إذن الأصل الأول المستفاد من القرآن الكريم أن الإنسان لم يأتي إلى هذا العالم للبقاء. ولذا قال أمير المؤمنين خذوا من ممركم لمقركم.